للمزيد حول المقاومة الشعبية التي يقوم بها الشباب الفلسطيني فيما يسمى بالإرباك الليلي، ينضم إلينا عبر الهاتف من غزة الصحفي الفلسطيني الأستاذ أيمن دلول. سيد أيمن، بداية مرحبا بك. دعت وحدات الإرباك الليلي الفلسطينية إلى تنظيم المزيد من الفعاليات للمطالبة بإخلاء المستوطنات الصهيونية. بداية، هل عرفتنا أكثر عن وحدات الإرباك الليلي؟ هل هي تابعة للمقاومة أم هي يعني تنظيم شعبي غير تابع لفصيل؟ يعني التحية لك وللمشاهدين الأعزاء. وحدات الإرباك الليلي هي وحدات شعبية سلمية تمارس المقاومة السلمية في مواجهة الاحتلال، لا تتبع أي من التنظيمات السياسية الفلسطينية، وإن كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاول أن تلصقها بأحد التنظيمات العسكرية الفلسطينية، لكنها فعليا في الميدان مشكلة من يعني عفوا من يتحكم في تشكيلها هو الميدان، والجميع باستطاعته أن ينخرط في أعمالها، لأنها تعتمد على أدوات سلمية بسيطة وشعبية ومتوفرة في كل البيوت. البعض يستخدم يعني ربما كشاف الهاتف النقال، والبعض يستهدف ربما الكشاف المحمول، والبعض يستهدف البلالين والمفرقعات النارية وكل هذه الوسائل الشعبية المعروفة في كافة أرجاء العالم. ابتكرها الشباب الفلسطيني لمواجهة إجراءات الاحتلال وغطرسة الاحتلال، أرادوا من خلالها بأنه ما دام الشعب الفلسطيني لا يهنأ بالحياة الكريمة فليس من أقل ألا يهنأ المحتل الإسرائيلي الذي يحاصر قطاع غزة ويستفرد بالضفة الغربية ليس أقل من أن يعيش حياة الإرباك على مدار الساعة. هذا الاحتلال الذي يصر على مواصلة الحصار على غزة وتهديد أمن وسلامة المواطنين في الضفة الغربية المحتلة. طيب، في كل ما مدى استجابة الشباب الفلسطيني لدعوات الانضمام لهذه الوحدات والفعاليات التي تنظمها؟ يعني الواضح بأن حجم المشاركة كبير في هذه الفعاليات باستمرار، كلما خرجت دعوة للمشاركة في هذه الفعاليات نجد اتساع في فعاليات المشاركة من الشباب الفلسطيني الثائر، يسمون أنفسهم الشباب الفلسطيني الثائر. وكما قلت، استمرار المشاركة من هؤلاء الشباب يعني استمرار الإبداع والابتكار في مواجهة الاحتلال. على سبيل المثال، عندما تقوم قوات الاحتلال بإطلاق الرصاص صوب الشبان واستهدافهم وقمصهم، كان الشبان يلجؤون إلى الإطارات المطاطية يقومون بإشعالها لتشكل حاجزا ما بينهم وبين قوات الاحتلال، فتشوش الرؤية على قوات الاحتلال وعلى طائرات الاحتلال وعلى قناصة الاحتلال، وهكذا يمارسون أفعالهم الشعبية لعلهم ينقلونها إلى العالم أجمع، لعله يشاهد المعاناة الفلسطينية، ينتبه إلى هذه المعاناة الفلسطينية المتواصلة بفعل وجود هذا الاحتلال الصهيوني الغاشم الذي لا يقوم العالم بمحاسبته، ولا يقوم العالم في ذات الوقت بإنصاف الشعب الفلسطيني الضعيف المكلوم حقيقة نتيجة هذا الحصار والعدوان المتواصل من الاحتلال. طيب سيد أيمن، ما هي المكاسب المستحصلة من هذه الفعاليات التي يقوم بها الشبان فيما يسمى بالإرباك الليلي؟ ما هي، لم أسمع السؤال جيدا عفوا، ما هي مكاسبهم من خلال هذا التنظيم؟ نعم، المكاسب واضحة. أولا يعني الشباب الثائر يعتقد بأنه إما أن نعيش جميعا على هذه الأرض بهدوء وبسلام ونتمتع بكافة الحقوق، وإما فلا ينبغي أن يكون العيش والنكد والحصار على أبناء الشعب الفلسطيني دون أن يدفع الاحتلال الثمن. هذا هو المكسب الأول، أنهم يريدون أن يدفعوا الاحتلال الإسرائيلي الثمن على جرائمه بحق المواطن الفلسطيني. المكسب الثاني أنهم يريدون التعريف بالقضية الفلسطينية التي غابت في دهاليز السياسة والتنسيق الأمني من قبل السلطة الفلسطينية والتطبيع من قبل العديد من الأنظمة العربية. يريدون أن تبقى القضية الفلسطينية حاضرة ويعبر عنها شباب فلسطيني ثائر يطالب بحقوقه ويضغط باتجاهها ويؤكد بأنه لم يلتزم بأي قرارات تخص التنسيق الأمني أو التطبيع العربي، إنما أهل الأرض
هم الذين ينتزعون مواقفهم عن هذه الأرض، يريدون استضرار التعاطف العالمي في هذه القضية وإمكانية تحرك عربي من قبل الشعوب العربية، وهم متأكدون بأن الشعوب العربية بإمكانها أن تفعل الكثير حينما تتحرك في رفض التطبيع الذي تقوم به بعض الأنظمة العربية. يريدون كذلك دفع العديد من المنظمات الدولية الحقوقية والمدافعة عن حقوق الإنسان لأن تتحرك وتصل إلى الأراضي الفلسطينية لتتابع عن كثب جرائم الاحتلال التي يحاول تزيينها عبر وسائل إعلامه وسفاراته وقنصلياته أمام العالم، وينقل الوقائع الزائفة للعالم بينما يحجب حقيقة إجرامه عن الأراضي الفلسطينية. ربما هذه أبرز يعني في المقابل يسقط ضحايا من جراء هذه الفعاليات ما بين قتيل وجريح، إلى أي مدى ترى برأيك أن الثمن المدفوع يقابل هذه المكاسب التي ذكرتها؟ يعني معلوم الشباب الفلسطيني الثائر حينما نسألهم هذه الأسئلة يقولون ما من شعب وقع تحت الاحتلال إلا وكان هناك ثمن لنتيجة تواجده تحت الاحتلال، فأن يكون ثمن في مواجهة الاحتلال أفضل من أن يكون ثمن بينما نحن نسلم لهذا الاحتلال، هذا من جانب. من جانب آخر الشباب الثائر لديهم قناعة بأن على مدار التاريخ كافة لم يخرج أي احتلال من أي منطقة من العالم دون أن تدفع الشعوب الثمن والمقابل والتضحيات الكبيرة لهذه الأرض، ولديهم قناعة بأن فلسطين تستحق أن يكون فيها تضحية أكثر من أي بقعة أخرى على العالم وفي العالم. لأجل ذلك نجدهم باستمرار كما قلت تتزايد أعدادهم للمشاركة في هذه الفعاليات، وهو ما يربك حسابات الاحتلال، فتجد أن قادة أمنيين لدى الاحتلال يتوجهون إلى عواصم عربية لديها وتتصنع قيادة غزة للضغط على قيادة غزة بوقف فعاليات الإرباك الليلي المتواجدة على امتداد الحدود على امتداد الأسلاك الزائلة للاحتلال شرق القطاع، بمعنى أن هذه التضحيات تهون مقابل ما يمكن أن يحققه الشباب الثائر من ضربات للاحتلال موجعة وإرباك لحياته اليومية. نعم، كان معنا عبر الهاتف من غزة الصحفي الفلسطيني أيمن دلول، شكرا جزيلا لك.